معينه بسياسه. وطن الاقتصادية، نشرة إخبارية يومية من الأحد حتى الخميس الساعة 4 حتى 4:30 على شبكة وطن الإعلامية. نتابع آخر وأهم ملفات الشأن الاقتصادي مع تحليلات اقتصادية وانعكاساتها على حياة المواطن الاجتماعية والمعيشية. هذه النشرة برعاية شركة سند. سند، استدامة، تطوير، بناء. أهلا بكم في نشرة وطن الاقتصادية، وفيها أهم أخبار الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي. اليوم الأربعاء، ويوافق 21 من شهر حزيران للعام 2023. معكم في الإعداد والتقديم أنا رشا حسوني، والتحية للزملاء في غرفة التحكم محمد زاغة ومحمود معطان. تتابعون الآن عبر شبكة وطن الإعلامية على وطن أف أم على موجتنا العاملة على التردد 99.2 أف أم، وعبر تلفزيون وطن على التلفزيونات التفاعلية، وعبر البث المباشر على صفحة وطن على فيسبوك. نشرة وطن الاقتصادية تأتي برعاية شركة سند. سند، استدامة، تطوير، وبناء. وقبل البدء بالعناوين، نسأل الله السلامة لجميع الأهل والإخوة والأحبة في بلدة ترمس عية التي تتعرض في هذه الأثناء لهجوم قطعان المستوطنين الذين يعتدون على البلدة. نسأل الله السلامة للجميع. ننتقل الآن إلى العناوين. تخصيص 80% من مخصصات صندوق التشغيل الفلسطيني لصالح قطاع غزة. وفي غزة أيضاً، مشروع أكنان يساهم بتوفير 30 فرصة عمل للخريجين هناك. وفي الثالثة، الحكومة الفلسطينية تطلق مشروع قانون للإعسار. وفي الرابعة الأخيرة، انتخاب بورصة فلسطين عضواً في مجلس إدارة اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية. من العناوين مباشرة إلى التفاصيل. في تفاصيل ورقتنا الأولى، أكد وزير العمل ناصر أبو جيش أمس الثلاثاء أن 80% من الصندوق الفلسطيني للتشغيل ستكون من نصيب قطاع غزة. كشف أيضاً أنه بتعليمات من الرئيس محمود عباس، فإن 55% من الصندوق كانت تخصص لقطاع غزة، ولكن في الخطة القادمة ستكون 80%، وذلك كأولوية خاصة لدعم صمود الأهل في قطاع غزة وفقاً لخطة طبعاً الحكومة القادمة. في هذا الخصوص سنتحدث بالمزيد مع رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة. ونبقى في غزة أيضاً متابعين الكرام، حيث تم افتتاح مشروع أكنان. ومشروع أكنان الذي يوفر فرص عمل للخريجين الجدد. عودة إلى ورقتنا الأولى، ينضم الآن إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ سامي العمصي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة. أهلا بك أستاذ الفاضل، مساء الخير. حياكم الله. أهلا بك، حياك الله، وتحية من هنا
من رام الله إلى غزة وإلى أهلها الطيبين. أستاذي الفاضل، يعني كيف تعلقون على ما جاء طبعا من تصريحات لوزير العمل بالأمس؟ بالأمس يعني قال وزير العمل بأنه خطة الحكومة في المرحلة القادمة تشمل تخصيص 80% من مخصصات صندوق التشغيل الفلسطيني لصالح قطاع غزة، كيف تعلقون على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة يعني أنا تصريحات، يعني احنا بنرحب بسيادة الوزير في قطاع غزة، هو في المناسبة في قطاع غزة يعني كان بلا تصريحات، يعني ونتمنى أن هذه التصريحات أن تكون فعلا تصريحات حقيقية على أرض الواقع، لأنه احنا صندوق وقف التعزيز اللي تم إغلاقه قبل يعني قبل أيام ما يعني ما طال قطاع غزة جزء يسير من عمال قطاع غزة، وشفنا يعني في أول دفعة 40 مليون 5 مليون فقط وصلت عمال قطاع غزة. فالحقيقة يعني احنا بنتمنى انه كلام سيادة الوزير يكون فعلا كلام حقيقي يطبق على أرض الواقع، لأنه يعني عندما نتحدث عن قطاع غزة، قطاع غزة يمثل يعني جزء من الوطن. قطاع غزة محاصر، قطاع غزة يعني نسبة البطالة احنا بنتحدث نسبة فاقت كل التوقعات، تعدت حوالي 50%، عدد المتعاطين على مآسي بين العمال داخل قطاع غزة. فاحنا بنتمنى هذه التصريحات فعلا تكون حقيقية على أرض الواقع. تمام أستاذ سامي، ربما المعطيات عمليا الاقتصادية في قطاع غزة هي من أسوأ المعطيات الاقتصادية عالميا، وهذا لأسباب متعددة أهمها الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات طويلة، ولكن كم مهم أن تكون هذه التصريحات جدية وأن تقترن بخطوات عملية من أجل يعني خلينا نقول إنعاش المعطيات الاقتصادية الواردة من قطاع غزة. الكريم، احنا نتحدث عن قطاع غزة يعني محاصر منذ حوالي 16 عام، كما تفضلت المعطيات صعبة جدا، يعني بتحدث مثلا لو تحدثت عن شريحة العمال 60% من شريحة العمال خط الفقر في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، نسبة البطالة كما قلت تتجاوز حوالي 50%، وصلت 50%، عدد المتعطلين العمل أنت بتحكي الطالبين فرصة عمل المسجلين لدى وزارة العمل 320,000، بمعنى 320,000 أو 320,000 أسرة محرومة من دخلها اليومي. فقطاع غزة يحتاج إلى قطاع غزة يحتاج فعلا أن تكون هذه الأرقام التي يتحدث عنها سيادة الوزير أن تكون حقيقية وأن تطبق فعلا. إحنا يعني شفنا في صندوق وقف التعز، في أموال البنك الإسلامي، وما كان يصل إلى قطاع غزة، الفتات اللي كان يصل إلى قطاع غزة. نحن نقول الضفة الغربية فيها عمال محتاجين، وكل الشعب الفلسطيني محتاج إلى الدعم، وكل الشعب. إحنا بنشوف اليوم ما يحدث في الضفة الغربية في ترمسعية وبالأمس في جنين وهنا وهناك، كل الشعب الفلسطيني محتاج، كل الشعب الفلسطيني يحتاج إلى الدعم. ولكن يعني لابد أن يكون لقطاع غزة الخصوصية، لابد أن نجنب المحتاجين داخل قطاع غزة الخلافات السياسية، لابد أن نجنب قطاع غزة بشكل عام كل هذه الخلافات السياسية، دعوا هذه الخلافات السياسية، دعونا من هذا الانقسام. المواطن داخل قطاع غزة هو مواطن فلسطيني، تمثل السلطة الفلسطينية، يمثل الرئيس. فإذا يعني لابد أن تتحمل السلطة مسؤوليات حقيقة يعني بجد. لابد بشكل جد تجاه أهالي قطاع غزة حتى يخرج قطاع غزة من الوضع الاقتصادي الصعب. أقل شيء أنه ما يشعر أهالي قطاع غزة بالتفرقة من السلطة الفلسطينية كما حدث في صندوق وقف التعزيز أو غيره. طب يعني أستاذ سامي، نحن ندرك بأنه الاحتلال عندما يستهدف الاقتصاد الفلسطيني في أي منطقة سواء في الضفة أو في غزة هو يستهدف الوجود الفلسطيني بطبيعة الحال. أنا بدي عشان نكون بالسياق يعني إن أمكن يعني أن نتحدث بالمزيد عن صندوق التشغيل الفلسطيني. ما هو هذا الصندوق وكيف فعلا لأن يتم التعامل بشكل جاد مع مخصصات مثلا بنسبة منصفة وعادلة للقطاع أن تكون يعني لها أثر إيجابي في قادم الأيام إن صح التعبير؟ هذا الصندوق يعني هو يخضع للسلطة الفلسطينية لوزارة العمل،
هذا الصندوق يعني مسؤول عن يعني هو صورة مقابلة أو لإعالة أصحاب الدخل المحدود، لإعالة أصحاب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، لإعالة المحتجين. يعني عندما تم لو فعلا هذا الصندوق تم يعني توظيفه بشكل، احنا في غياب صندوق الضمان الاجتماعي، ما في عندنا ضمان اجتماعي في الأراضي الفلسطينية، في غياب صندوق الضمان الاجتماعي ممكن لهذا الصندوق انه فعلا يحل مكان صندوق الضمان الاجتماعي، وانه يوصف الشريحة صاحبة الدخل المحدود، الشريحة الصعبة التي تعيش في أوضاع صعبة خاصة داخل قطاع غزة. عندما أنا أتحدث عن قطاع غزة، أنا لا أتحدث عن قطاع غزة يعني إنه لا يوجد كما قلت في الضفة الغربية، ولكن قطاع غزة يعني يمر بظروف صعبة، وكما تفضلت الاحتلال يستهدف الاقتصاد. يعني على مدار 16 عام كل الحرب التي شنها الاحتلال على قطاع غزة كان يستهدف المصانع، كان يستهدف الورش، كان يستهدف تجريف الأراضي الزراعية، يوميا يستهدف المراكب الصيادين. إذن هو يستهدف الاقتصاد الفلسطيني ويحارب الفلسطيني عن طريق محاربة اقتصاده. فإذا قام هذا الصندوق بدوره الحقيقي، أعتقد أنه يعني سيكون له أثر كبير في التخفيف عن هذه الشريحة ذات الأوضاع الصعبة. طيب أنا يعني ما استدعى انتباهي وما لفت انتباهي بالأمس حقيقة أستاذ سامي، هو أن يعني تصريحات وزير العمل كانت مقتضبة وكانت يعني لا تحمل أي تفاصيل إضافية، وهذا يعني يستدعي التساؤل، وأسأل هل مثلا يعني تفكرون بالحوار، بالسؤال، بالنقاش هذه التصريحات، لا سيما وأنتم أستاذ سامي ممثلون طبعا عن العمال في القطاع؟ أختي الكريمة، يعني هذه يعني أنا لا أعتقد يعني إنه تصريح، عندما يخرج عن تصريح يعني وزير العمل إنه هذه التصريح صريح، يعني حقيقة التصريحات يعني مقتضبة، ولكن أعتقد إنه يعني في مصداقية للوزير. أعتقد يعني هذه التصريح يعني إحنا يعني نأخذها على محمل الجد، نأخذها إنه يعني فعلا الوزير يعني نرى فيها الصدق. عندما جاء إلى قطاع غزة، الرجل يعني لم تكن مجرد زيارة، لا، الرجل جاء قطاع غزة من باب تحمل المسؤولية، من باب إحساسه بأهالي قطاع غزة، من باب تحمل مسؤولياته. فنعتقد يعني إنه هذه التصريحات المقتضبة يمكن أن نرى لها تفسيرا واسعا في الأشهر القادمة، في الأيام القادمة على أرض الواقع، وهذا ما نأمله. يعني لابد أن نحسن الظن، يعني قد تكون لدى الوزير يعني عدم الإدلاء أو عدم الإفصاح عن معلومات واسعة في هذا الموضوع، طبعا قد يكون لها خصوصيات يعني، لكن نحن نحسن الظن ونعتقد أنه كما قلت يعني أنه قدوم الوزير إلى قطاع غزة لم يكن إلا من باب تحمل المسؤوليات وشعور بالمسؤولية تجاه أهالي قطاع غزة. نعم، وهو الأهم أن يبنى عليها عمليا بشكل جاد، وأن يتم يعني ترجمتها إلى أفعال من شأنها أن تنعش وأن تنقذ الاقتصاد في قطاع غزة. أنا يعني إلى هنا أود أن أشكرك الأستاذ سامي العمصي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. ننتقل الآن وإياكم متابعينا الكرام إلى ورقتنا الثانية، وفيها نبقى أيضا في قطاع غزة، حيث افتتاح مشروع أكنان الذي يوفر 30 فرصة عمل لخريجي القطاع. بالأمس متابعينا الكرام افتتح وزير العمل مشروع أكنان لتصنيع حجر الكرميد المصنع من خليط الرمل ومخلفات البلاستيك، واعتمد بشكل كامل على الموارد المحلية في التصنيع والتركيب والإنتاج في قطاع غزة. هذا المشروع ساهم بتوفير ما يزيد عن 30 فرصة عمل للخريجين وللمهنيين أيضا هناك.
خلال الافتتاح أكد وزير العمل التزام الحكومة الفلسطينية بدعم المشاريع الريادية وخاصة الخضراء التي تساهم بتعزيز صمود المواطن الفلسطيني من خلال خلق فرص عمل بشكل مباشر وبشكل غير مباشر أيضا للخريجين وللعمال وللمهنيين، وتساهم بتزويد السوق الفلسطينية بمنتجات صديقة للبيئة وتحد من تأثير التغير المناخي. ما هو مشروع أكنان متابعينا الكرام؟ أكنان هو من مخرجات مشروع تعزيز قدرات الشركات الصغيرة وتمويل الأفكار الإبداعية في الاقتصاد الأخضر، الذي طبعا نفذه الصندوق الفلسطيني للتشغيل بشراكة مع مؤسسة جي آي زد الألمانية ضمن مشروع دعم استقرار سكان قطاع غزة، وكان ممولا من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية. إذن مشروع أكنان لتصنيع حجر الكرميد هو مشروع من مشاريع الاقتصاد الأخضر. في هذا أيضا الخصوص متابعين الكرام يعني أشير إلى أن وزارة العمل دعت لتعميم تجربة الاقتصاد الأخضر وخلق فرص عمل نوعية جديدة، وأيضا نشير إلى أن تم دعم 4 مشاريع ريادية خضراء تنوعت بين تدوير النفايات والمياه والغاز الحيوي عبر تقديم الدعم المالي وأيضا الدعم الفني لها. إلى ورقتنا الثالثة، وفيها الحكومة الفلسطينية تطلق مشروع قانون الإعسار. في تفاصيل ورقتنا الثالثة متابعينا الكرام، أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم أنها باشرت بإعداد مشروع قانون الإعسار. طبعا إعداد القانون كان أيضا ممولا من طرف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. هذا المشروع تنفيذ لبرنامج الإصلاح الشامل للبيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني الذي تقود وزارة الاقتصاد الوطني، بما يخدم رؤية الحكومة في تطوير الاقتصاد الوطني وتنميته أيضا وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفزة على الاستثمار وفق أفضل الممارسات العالمية. قبل أن نتحدث بالمزيد عن قانون الإعسار متابعينا الكرام، الإعسار هو من التعثر عمليا ومن الصدمات أو التعرض للتعثر للإفلاس أيضا. في هذا أشير متابعينا الكرام إلى ما قاله وزير الاقتصاد الوطني، قال إن إيجاد تشريع عصري وحديث يعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية في فلسطين ضروري من خلال خلق منظومة متوازنة لإعادة التنظيم والإفلاس تكون مبنية على ما استقرت عليه القواعد الدولية والقوانين المقارنة. هذا القانون طبعا سيختص بعلاج ومعالجة مسائل الإفلاس ومسائل التصفية أيضا التي تخص الشركات أو تخص الأفراد. ربما يعني نتوفق في حلقات قادمة من نشرة وطن الاقتصادية باستضافة وزارة الاقتصاد الوطني للحديث بالمزيد حول مشروع قانون الإعسار. نشير أيضا إلى أن الوزارة ستقود مشاورات مع الشركاء في القطاعين العام والخاص والدوليين أيضا لبلورة مشروع القانون بما يضمن تحقيق أهدافها
في تطوير الاقتصاد الفلسطيني وفي تعزيز أيضا الاستقرار المالي. من المهم أيضاً متابعينا الكرام أن نذكر بأن الرئيس الفلسطيني صادق في العام 2021 في نهاية العام 2021 على قرار بأول قانون فلسطيني عصري للشركات من شأنه تطوير قطاع الشركات وتنميته وفق أفضل الممارسات الدولية المعمول بها. الآن تنظر وتبحث وزارة الاقتصاد في مشروع قانون الإعسار الذي يعالج قضايا الإفلاس وقضايا التصفية سواء فيما يتعلق بالشركات أو الأفراد. إلى الرابعة الأخيرة وفيها انتخاب بورصة فلسطين عضواً في مجلس إدارة اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية. في التفاصيل، انتخبت بورصة فلسطين عضواً في مجلس إدارة اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية، وذلك خلال أعمال المؤتمر السنوي الرئيسي لاتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية وعقد في العاصمة الأرمينية. في هذا الاجتماع طبعاً أو في هذا اللقاء الموسع لاتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية في العاصمة الأرمينية، تم انتخاب بورصة بوخارست لرئاسة الاتحاد، وتم أيضاً انتخاب هيثم السلمي نائباً للرئيس ممثلاً لبورصة مسقط. كذلك تم انتخاب 11 عضواً من بينهم بورصة فلسطين في الدورة الجديدة لمجلس الإدارة. وإياكم متابعين الكرام عند أسعار صرف العملات كما جاءت عن بنك فلسطين لهذا النهار. نبدأ بالدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي، سعر الشراء جاء بثلاثة شيكل وواحد وستين أجورا، سعر البيع جاء بثلاثة شيكل واثنين وستين أجورا. ثم إلى الدينار الأردني مقابل الشيكل الإسرائيلي، سعر الشراء جاء بخمسة شيكل وثمان أجورات، سعر البيع جاء بخمسة شيكل واحد عشر أجورة. إلى اليورو الأوروبي مقابل الشيكل الإسرائيلي، سعر الشراء جاء بثلاثة شيكل وأربعة وتسعين أجورة، سعر البيع بفارق أجورة واحدة بثلاثة شيكل وخمسة وتسعين أجورة. أخيراً إلى الجنيه المصري مقابل الشيكل الإسرائيلي، كلاهما سعر الشراء كما سعر البيع جاء قريبين إلى 12 أجورا. قبل الختام متابعينا الكرام، عودة وتذكير بعناوين نشرة وطن الاقتصادية لهذا النهار، وجاء فيها تخصيص 80% من صندوق التشغيل الفلسطيني لصالح قطاع غزة. وفي غزة أيضاً مشروع أكنان يساهم بتوفير 30 فرصة عمل للخريجين في القطاع. وفي الثالثة، الحكومة الفلسطينية تطلق مشروع قانون للإعسار. في الثالثة الأخيرة، انتخاب بورصة فلسطين عضواً في مجلس إدارة اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية. إلى هنا انتهت حلقتنا من نشرة وطن الاقتصادية لهذا النهار. أشكركم متابعينا الكرام على حسن المتابعة. لكم تحياتي، أنا في الإعداد وتقديم رشا حسوني، وشكراً للزملاء في غرفة التحكم محمد زاغة ومحمود معطان. شكراً جزيلاً وإلى اللقاء.
وطن الاقتصادية، نشرة إخبارية يومية من الأحد حتى الخميس الساعة 4 حتى 4:30 على شبكة وطن الإعلامية. نتابع آخر وأهم ملفات الشأن الاقتصادي مع تحليلات اقتصادية وانعكاساتها على حياة المواطن الاجتماعية والمعيشية. هذه النشرة برعاية شركة سند. سند، استدامة، تطوير، بناء.